إذن اليوم مرة أخرى نتواجد في ولاية أضرار، اليوم بالشراكة مع التلفزيون الجزائري وتحت إشراف السيد ولي الولاية، انطلاق الحملة التحسيسية الخاصة بشهر أكتوبر الوردي للوقاية والحماية من مرض السرطان. سعداء جدا وفخورون كذلك بكل ما قدمته الدولة الجزائرية في هذه الولاية من تجهيزات، من عتاد طبي، من مرافق صحية، كذلك فخورون بالمستوى العالي للفرق الطبية والفرق المرافقة للمرضى. لاحظنا كذلك أن نسبة الوعي راهي في مستوى مهم جدا وجيد بالنسبة لولاية أضرار من حيث التشخيص المبكر، واللي نتمنى وحنزيد ونعملوا عليه هنا كهيئات وطنية بالشراكة مع وزارة الصحة، مع السيد ولي الولاية، وكذلك مع التلفزيون الجزائري، هذه المؤسسة المهمة. تجدر الإشارة كذلك أنه اليوم رافقونا صحفيات ومذيعات من التلفزة الوطنية لنشر كذلك ثقافة الوعي وثقافة التحسيس بأهمية التشخيص المبكر من أجل مرافقة والمساهمة في التخفيف من انتشار هذا المرض الخبيث.